سلامة. أهلا مرحبا. لاباسة؟ الحمد لله. هيا تدخلنا شنو الأجواء توا، شنو الماكلة اللي عندكم؟ والله الأجواء الله نصلي على النبي، الماكلة كل موجودة عندنا أخي ربي، أسوأ معقولة، كل شيء موجود عندنا، ونظافة ودنيا وكل شيء. باهي ورينا. هذه سكالوب، هذه كسلاطة، هذه ليجيم سوتي. عندنا هنا شوف نخدموا اللي فيه الجولة، شوف هنا ما شاء الله. شوف هنا ما شاء الله، شوفك الكونتوار من كل شيء، من الطرشي من الزيتون، طن في نار، خير ربي تصيرة القروان هذه تجي فلفل ساك مخدومة، فلفل برب عليه شوفته ما شاء الله، شوفك التصيرة ما شاء الله. طيب وهنا عندنا تريليا، نعملوا في صحن تريليا ب 6000، يعني الناس كلها تجي تشوفك التريليا ما شاء الله. هذه رستوران كنانة، سوق لافايات، باب الرئيسي سوق لافايات، وإحنا عاملين سبيساليتي اللي هو صحن مقلي، صحن بنين برشا، كل مرة معاه نوع متاع حوت، مثلا اليوم معاه تريليا والفريت والصوص والفلفل، كل شيء هذا كله 6000، 6 دينارات. سي بيان صوم معقول وطيارة على الاخر، معناها واحد جيعان يجي فريمون يشبع كريشته ويروح. عندنا نوع نتاع حوت، الحوت الموجود ناخذوه كل يوم، ناخذوا الحوت المزيان الموجود ناخذوه كل يوم. عسلامة مك. مرحبا. لاباس عليك؟ الحمد لله. شنو من التلفزة الماكلة التونسية؟ والله فاكاسيون فجر في الإذاعة الوطنية، نقدموا الأخبار وبعد نجيو عنا حنين للكفتاجي، بما أن ولاد القروان نلقاو ظلتنا لهنا في المرش، معناتها نجيو. أي جيت أنت مكرم وجاي معاك الحوت. والله الحوت مانيش حابين فيه برشا، نجي على خاطر الكفتاجي بصراحة. باهي أنت ما جربتش ولا مش من فضولياتك الحوت، دونك تجرب معنا الحوت اليوم؟ باهي نجرب الحوت، ولو أني مانيش حابين فيه برشا، ناكل مش ما ناكلش، أما مش برشا معناتها، أما نجربوه بوركوا با. باهي هما باش يعملوا لك صحاين مقلي مشخشخ ومعاك عباد حوت تريليا. واضح نجرب. اوكي هيا من نعيش التجربه مع بعض. نجرب واي. شنو رايك في الحوت؟ والله بصراحه كنت الحوت كما حكيت لك في الاول ما كنتش ما نحبوش برشا معناتها، والله بصراحه حاجه ياسر بنينه، مش خاطر نصوروا الا معناتها نحكيوا على الريستوران هذا، حاجه خفيفه بنينه نتاع دار مفوحه بالباهي، وتنجم حتى تهزها معاك للخدمه اذا كانت تبدا تخدم معناتها مزروب ولا حاجه، تنجم تهزها معاك بسهوله تامه وتتبنن، خاصه انك تتبنن القوس صحيحه معناتها، مش حاجه تبدا ماخذها من الشارع ويدك على قلبك، مش بنينه والا مسخه والا نعرفوا معناتها كيفاش. والله بصراحه اكتشاف بالنسبه ليا والناس الكل. ايوه الصوم معقول جدا، معناها قداش قلنا الصوم؟ 6000 بيان سور.